يسعد صباحكم واهلا بكم بحلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يجدد وبدايه يوم ان شاء الله يا رب تكون خير على الجميع. حلقتنا مثل ما عودناكم منوعه وبها كثير من الفقرات المختلفه، خلينا نبداها باهم العناوين. طبيعة عملك، هل هي في الأماكن المغلقة أم الخارجية؟ وما الإجراءات التي تتخذها للحصول على بيئة صحية؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. صناعة المحتوى الخاص بالفضاء، يحدثنا عنها كرار محمد. مشاركة واسعة لشباب في بازار الورود للأعمال اليدوية والحرف من أربيل. علاقة البوتوكس بالأسنان وما الطرق العلاجية فيه، يحدثنا عنها طبيب الأسنان علي لارسا. ومن صلاح الدين نتعرف على بطل الفنون القتالية عبد الفتاح التكريتي وحبه للياقة البدنية. أما في الأخبار المنوعة لليوم، افتتاح مرآب مذهل تحت الماء في أمستردام لكن ليس للسيارات، ويخت بقيمة تزيد عن 86 مليون دولار، فما هي مواصفاته؟ هنتعرف على التفاصيل أكثر في حلقتنا لليوم. وسؤال حلقتنا التفاعلي لليوم هو: هل تعمل في بيئة نظيفة وهل تؤثر على إنتاجك؟ منتظرة أجوبتكم على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة يأخذكم مباشرة على صفحتنا بالإنستغرام، وتقدرون تجاوبونا على سؤالنا. طبعا قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نشوف حالة الطقس والأجواء اليوم في عموم العراق. ونبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 17 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 16 درجة مئوية غائم جزئي، وبعد غد 13 درجة مئوية أيضا غائم جزئي. الموصل اليوم درجة الحرارة بالموصل 13 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 10 درجة مئوية ممطر، وبعد غد 8 درجة مئوية أيضا ممطر. والبصرة درجة الحرارة اليوم بالبصرة 18 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية غائم، وبعد غد 17 درجة مئوية مشمس. أما أربيل، درجة الحرارة اليوم في أربيل أيضا 13 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 8 درجة مئوية ممطر، وبعد غد أيضا 8 درجة مئوية مع هطول القليل من الأمطار. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق. طبعا وبسبب الزلزال اللي حدث صباح اليوم، إن شاء الله يا ربي ما يكون أحد متأذي، والسلامة والأمان لكل المشاهدين. موضوع حلقتنا لليوم موضوع مختلف عن أماكن العمل، وهل تعتبر تهوية الأماكن في بيئة العمل المغلقة وتعقيمها للحصول على وقت كافي للتعرض لأشعة الشمس خلال العمل قد تكون من الأمور المهمة، وهل هذا العمل أو مكان العمل من الممكن أن يكون بتهوية؟ هل هو صحي كفاية لأجسادنا؟ باستطلاع حلقتنا لليوم سألنا الشارع العراقي، هل تفضل أنه يكون عملك في مكان مفتوح وبتهوية معينة أم لا؟ وأيضا باستطلاع حلقتنا اليوم سألنا الكثير من الأشخاص من الشارع العراقي أنه هل تفضلون هذا العمل أنه يعطيكم ساعات محددة أنه تطلعون برا تأخذون شوية هواء نقي وأكسجين وترجعون تكملون عملكم أم لا؟ خلونا نتابع الاستطلاع التالي ونرجع لكم. صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية. هل طبيعة عملك في الأماكن المغلقة أم الأماكن الخارجية؟ وشنو الإجراءات اللي تلتزم بها حتى تحصل على بيئة صحية؟ خليكم ويانا نسمع آراء الناس. هل
طبيعة عملك هي في الأماكن المغلقة أم الخارجية؟ وشنو الإجراءات اللي تتخذيها حتى تحصلين على بيئة صحية؟ مغلقة ويعني أعقم المكان فخاخ. مثلاً كل ما تداومين تعقمين المكان تنتبهين على هالنقط؟ أكيد باليوم ممكن 20 مرة، لأن أنا أصلاً عملي يعني لازم كل ساعة أعقم المكان. لا صالون ويعني أظافر أكريليك لازم مكان كلش نظيف كلش. مثلاً المكان نظيف يمنع التدخين، يمنع الأشياء اللي تأثر على أماكن، على صحة الإنسان، على البيئة، كل هاي. مكان عملك هل بمكان مغلق لو خارجي؟ لا مغلق يعني شبه مغلق. اي طبعا اي يعني بس قليل، لازم تتحكم لين بأضابير وبملفات وبهذا الشيء، ما يكون مفتوح للمرض. مثلا ما تفتحون الشبابيك حتى تتعرض لاشعة الشمس الغرفة؟ لازم لا طبعا نفتح نافذة حتى تغير الاكسجين، حتى تغير تطلع الاشياء بالليل يعني. عندك بخاخ ويا حضرتك دائما تعقم المكان. استعدم لين ما نأمن بالمنتوج اللي جاينا بالتعقيم وبالهذا، فما نأمن به ما نستخدمه. حال كنت حوالين مثلا الموظفين شويه ممكن كانت مناعتهم مو زينه او مريضين، هل مثلا انه تلبس كمامه تتخذ الحذر؟ طبعا نتخذ اجراءات الوقايه منعتهم، يعني كل الابتعاد عنه، عدم ممارسته لما يشفى من المرض اللي هو به. التزم ببيئه صحيه، انه اذا كان شخص مريض ابتعد عنه واستخدم المواد المعقمه والبس كمامه وافتح الشبابيك اذا كنت مثلا في مكان مغلق لتهويه المكان. اي يعني ملتزمه باجراءات الوقايه؟ دائما ملتزمه اي الحمد لله ملتزمه. اللي مثلا يداومون بمكان مغلق وما يهتمون بهالتفاصيل؟ لا هذا شيء خطا، المفروض واحد يلتزم يبعد نفسه عن هاي الامور، لان الواحد الوقايه واجب. اي واجب، وخاصة من هيك اجواء بسبب الامراض وبسبب كورونا لازم الالتزام بالمعقمات والكمامة شيء ضروري. مرحبا، شلونك؟ يا اهلا وسهلا. هل طبيعة عملك هي في الاماكن المغلقة ام الخارجية؟ وما هي الاجراءات اللي تتخذها حتى تحصل على بيئة صحية؟ انا بوزارة العلوم. مكاننا صحيح مغلق مختبرات، لكن أكثر عمل اللي وياي يطلعون الخارج المختبرات وتنظيف للبيئة أيضا. يعني أجيتي أنت سألتي هالسؤال وهذا اختصاص له. زين، معالجة الملوثات الموجودة بالبيئة. بما أنه حضرتك قلت لي مكانك مغلق، احكي لي هل مثلا أنه تفتح الشبابيك تهوي المكان؟ هل مثلا عندك بخاخات؟ طبعا، يعني أول من نقعد الصبحية بالمختبر، أول من داوم نفتح الشبابيك، أكو تهوية خاصة. عدا هذا أكو إجراءات خاصة يعني كل ست شهور أكو تنظيف للمكان، تعقيم خاص كيميائي أو تنظيف بالمعقمات العادية اللي نقدر نسوي. أولاً يعني أنا المكان اللي أعمل به يعني هو مكان مفتوح، والمجتمع اللي أنا أعمل وياهم يعني هم حريصين كلش، يعني حتى أكثر أصدقائي هم صيدلانين، فحتى ما نجلس يعني بصف الأخ يعني دائماً يعني نكون بعيدين. مسافة بيناتكم؟ مسافة إيه، وخاصة أوقات يعني نقعد ناكل بيها مثلاً، ودائماً نحاول نخلي الكمامة. والعمل إيه، لأن مرات يجون يعني من الأصدقاء يعني فلان منزل لازم أو هاي، فإحنا نحاول أن نأخذ إجراءاتنا يعني خوفا علينا وعلى عوائلنا. بما أن حضرتك قلت لي المكان خارجي أو المكان مفتوح، يعني تدخل لأشعة الشمس؟ أي طبعا، شلون العد. أي ودائما يعني إحنا نحاول من الصبح أول ما نجي المكان يعني نغسله ونعقمه، ويعني وعندنا يعني واحد خاص يعني صراحة ومخصصين لهذا الشيء. احنا بدوائر حكومية، اوكي، غالبا هذا الزخم اللي حاصل احنا معتمدين على نفسنا بموضوع التنظيف صراحة. يعني اوكي هو اكو يعني عمال تنظيف وهيك شيء، بس غالبا ما نحاول انه نعقم ننظف. انا عن نفسي افتح شبابيك صراحة، ودائما ما نحاول انه الاسطح اللي حاول يكون بها تاتش ويا المراجعين او شيء نحاول انه نعقمها ننظفها الى اخره، يعني هيك شيء.
هل طبيعة عملك هي في الأماكن المغلقة أم الأماكن الخارجية؟ وشنو الإجراءات اللي حضرتك تتخذها حتى تحصل على بيئة صحية؟ من أي ناحية يعني تقصدين بيئة صحية؟ بيئة صحية إنه مثلا أثناء العمل. يعني طبعا أفضل دائما يكون إنه العمل المكتبي أفضل يعني بعيدا عن ضوضاء الشارع. نعم. المكان مغلق أو؟ كإعلامي يعني إعلامي مدقق لغوي بنفس الوقت. أنا بحضرتك. أي فالعمل المكتبي أفضل طبعا يعني بعيدا عن الصخب والضوضاء. نلتزم بإجراءات الوقاية إنه مثلا أثناء العمل. طبعا كإجراءات الوقاية طبعا داخل العمل تعرفين انه ارتداء الكمامة واستخدام المحاليل الصحية، تنظيف المكان، تنظيف المكان المحيط به، والابتعاد قدر الامكان عن التلامس. يعني طبيعة عملي بالاماكن المغلقة، ودائما ارتدي الكمامة واستخدم البخاخ لتنظيف المكان قبل ما اقعد، وهذه على مود ما تصير. بالنسبة مثلا الأشعة الشمس، هل مثلا تفتح الشبابيك تهوي المكان؟ طبعا اكيد طبعا. اكو مرضى زين او مو مرضى، موظفين شويه مناعتهم الصحيه مو زينه، هل مثلا تبتعد عنهم وتسوي مسافه بيناتكم؟ اكيد شيء اكيد طبعا، احطني بنفسي طبعا، هذا شيء اكيد. ايش رايك بالاشخاص اللي مثلا يكون مكان عملهم مكان مغلق بس بنفس الوقت ما يهتمون بالاجراءات الصحيه، ما يهتمون باجراءات الوقايه؟ حيعمون على غيرهم، يعني غيرهم ممكن يتاذى بهذا السبب. شكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم، ومثل ما شفنا انه الراي واحد على نظافه المكان، مو مهم انه يكون هذا المكان مفتوح او مغلق، المهم انه الاشخاص اللي موجودين داخله يحافظون على نظافته، اضافه الى ارتداء الكمامات حتى بعد انتهاء جائحه كورونا، البعض يحبون او يفضلون انه يرتدون الكمامات على مود ما يتعرضون للامراض. طبعا ومن هذا الموضوع عندنا موضوع ثاني خاص بالفضاء وعالم الفضاء والعلم اللي بعد هذا الفضاء، شنو اسباب انه وجود الكواكب والنجوم والكثير من الاشياء والاسرار اللي ما نعرفها. راح يحدثنا عنها ضيفنا لليوم كرار محمد، صانع المحتوى العلمي الخاص بالفضاء. يسعد صباحك. يسعد صباحك استاذ سرلا، اهلا بك. بدايه خلينا نتحدث عن صناعه المحتوى الخاص بالفضاء، شلون بلشت وياك الفكره؟ هي الفكرة أنه كنت أحب هذا المجال من أنا وصغير، لكن طورتها بآخر سنتين. نعم. تقريبا قبل 2020 الفترة اللي كانت فيها كورونا اللي أغلب الناس قعدوا بها بالبيت، فقررت أنه أطور هذا، يعني أطور في هواية معينة عندي. أغلب الناس طورت هواياتهم بهذا الوقت، فبلشت بتطوير مجال الفلك والفضاء يعني لنفسي، بلشت فتح الصفحة على هذا الشيء، فشفت هالشيء ناجح، بلشت استمد معلوماتي من جوجل، بعد هواي اكو اماكن ثانيه. نعم. اقدر استمد معلوماتي من عندها، فشفت هالشيء ناجح. طيب كرار، انت ذكرت انه تستمد معلوماتك من الانترنت، لكن هل هذه المعلومات قد تكون صحيحه 100%؟ شلون تقدر تتاكد من صحتها؟ بدايتي بالصفحه كانت انه اقدر اي معلومه القاها اقدر انشرها، لكن بالوقت قدرت انه اعرف من استمد معلوماتي، من اي مواقع بالضبط او من اي صحف بالضبط. فأكو هاي مواقع أو مصادر يقدر واحد يعتمد عليها وبشكل كامل. أبسط مثال هو محرك جوجل، يقدر الشخص يعرف إذا يعرف يستخدمه بطريقة صح، يقدر بالتالي يعرف شلون يبحث، راح يعرف المصادر الصح والأماكن اللي يقدر يستمد من عندها معلوماته. عادة البعض يستمد هذه المعلومات من وكالة ناسا، هل فعلا أنه أنت تتابع وكالة ناسا الفضائية لأنه تعرف الكثير من المعلومات الجديدة قد تظهر ما حد يعرف بها لأنه بسبب اللغة الإنجليزية، من الممكن أنه أنت تترجمها بطريقة معينة؟ بالضبط، أغلب الأخبار اللي قاعدة تصدر هي أكيد من وكالات الفضائية، من ضمنها وكالة ناسا. لذلك مثلا من ألقى خبر معين أترجمه بطريقتي، وأقدر أحاول أطرحها بطريقة خاصة، يعني خاصة بي هاي الطريقة، يعني ما يعني أحاول أطرحها باللهجة العراقية. نعم. بداية اللي كانت بالصفحة هي عبارة عن محتوى كتابي، لكن بالفترة الأخيرة حولت المحتوى إلى محتوى مرئي، لذلك يعني وهذا كل اللي صار يعني. طبعا كرار، احنا عندنا خبر خلينا نشاركه وياك عن الفضاء، خلينا نتابعه وأرجع لك.
تفوقت رائدة فضاء صينية على انعدام الجاذبية لما نشرت مقطع فيديو وهي تشرح طريقة غسل رواد الفضاء لشعرهم خلال وجودهم في مهماتهم الخاصة بالفضاء. ورغم صعوبة الموضوع لكنها قدرت تستخدم الصابون والشامبو والماء إضافة للقفازات البلاستيكية المصنوعة خصيصا لهذا الغرض، وقدرت أن ترطب شعرها وتكمل غسله وتجفيفه بعد لفة بشكل كامل بواسطة قطعة خاصة من القماش. وأكيد هاي أحدى الصعوبات اللي يواجهها رواد الفضاء بسبب اختلاف طبيعة الظروف المعتمدة على الجاذبية. وبالنسبة للرائدة أو المرأة بشكل عام، فتخيلوا أنه هذا الموضوع صعب على سطح الأرض، شلون راح يكون شلون راح تكون صعوبته على الفضاء أو بالفضاء خلينا نقول. طبعا مثل ما تشوفون الفيديو، انعدام الجاذبية قد يسبب صعوبة للكثير من رواد الفضاء أنه يكملون مهامهم الطبيعية الشخص العادي اللي يقدر يسويها بيوم الطبيعي. أتصور من أصعب المهمات اللي الواحد يقدر يسويها بالحياة. كرار مثل ما شفت هذا الخبر، قد يكون خبر غريب، أنت أحد الأخبار لاحظتها بالفضاء أنه لقيت معلومة غريبة، لقيت مجسم غريب، شفت دراسة معينة عن الفضاء جذبت انتباهك وحسستك أنه هالشيء من الممكن أنه يكون مو حقيقي. بالضبط، هو أغلب الأخبار تخص الفضاء هي أصلا غريبة، لكن هي أصلا هواية أنا أخبار. فأحد الأخبار أو المعلومات اللي تخص فلك الفضاء هو الثقب الأسود اللي موجود بالفضاء. أغلب الناس ما يعرفون شلون يتكون أو شلون بداياته أصلاً. هو عبارة عن نجم ميت تحت ظروف معينة يتحول إلى ثقب أسود. فكرته بالفضاء اللي هو أنه يبتلع أي شيء يكون قباله، مثل يكون نجم سواء يكون كوكب، لذلك يعتبر من أشرس الأجرام الموجودة بالفضاء. طيب كرار، بما أنه أنت محتواك علمي بحت، يعني أتصور تستهدف شريحة معينة من الطلاب أو الشباب خلينا نقول، هل هذه المعلومات فادت بس هذه الشريحة ولا فادت أشخاص معينين؟ أنا طبعا أحاول أنه أنقل المعلومة بطريقة تحاكي كل الأعمار، يعني من يعني صغار وكبار، حتى أنه تكون المعلومة سهلة للكل، وأحاول قدر الإمكان أستغل يعني مفردات بسيطة وسهلة حتى تكون سهلة على الكل سواء كان صغير أو كبير، فيقدر يهتم إلها ويقدر يفهم المعلومة سواء حتى بأي صعوبة كانت. كل صانع محتوى عنده صعوبات كرار بأنه يجمع المعلومات الصحيحة مثل ما ذكرنا قبل، يحاول أنه يقدمها بطريقة مبسطة تعرف الكثير من الأشخاص ما يعرفون يقدمون المعلومة بطريقة وشرح بسيط، ولكن حضرتك سويت هذا الشيء، شنو هي الصعوبات اللي واجهتها؟ أغلب صناع المحتوى بدايتهم يواجهون مثلا مشكلة، يعني سواء كان أي صانع محتوى كان بأي مجال معين راح يواجه مشكلة بتجميع المعلومة بأي مكان من أي مكان معين، لكن بالوقت أكيد راح يتعلم أو يعرف شنو مثل ما ذكرت في البداية المواقع اللي يقدر يستغلها حتى يقدر يطور يعني يطرح بها معلوماته للعالم. فبس مجرد هاي الصعوبة، يعني ما أعتقد أكو صعوبة ثانية أكثر. طيب هل من الممكن أنه بيوم من الأيام تصير أنه أنت تدرس بهذه الطريقة، لأنه تعرف طريقة شرحك أنت مثل من شفنا على السوشيال ميديا على الانستغرام على غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، أنت تشرح بطريقة جدا مختصرة وسهلة وتعطي المعلومة كأنه قارئ كتب هواية وتعطيك بس هاي المعلومة المفيدة، هل من الممكن أنه بيوم من الأيام كرار يعلم هذه المادة أو يصير يدرس بهذه الطريقة؟ أغلب الناس طبعا يدرسون شيء لكن اهتمامهم شيء ثاني، أنا طبعا أدرس هندسة، لكن ليش لا؟ ممكن انه باكر عقبة اذا تطور هذا الشيء يعني هذا المجال بالعراق وصار له تسليط اضواء عليه، فممكن انه اقدر استغل هذا الشيء وانه اقدر او يعني اكون يعني اصنع في منصه خاصه يعني بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي اقدر اطرح بها المعلومات للعالم وبسهوله اكثر وادق. حلو، ممكن هذا الشيء ليش لا؟ حلو، رسالتك اليوم لكل صانعي المحتوى، خلينا نشاركها ويا مشاهدينا وكل شخص حابب انه يبلش بصناعه المحتوى، مثل ما ذكرت انه انت مهندس ولكن هوايتك تقديم المحتوى العلمي، شلون تقدر تنصح كل الاشخاص اللي حابين انه يبلشون بصناعه المحتوى؟
هي نصيحتي مو بس لصانع المحتوى، الأغلب العالم. نعم. احنا نقدر كنا نشتغل على نفسنا، نستغل الاوقات الفترات حتى وان كانت ماكو، يعني انا استغلت الفتره اللي هي وقت كورونا. نعم. اللي هي قعدنا بيها بالبيت، فيقدر الشخص يستثمر وقته، يقدر يشتغل على نفسه، يقدر يقدم محتوى ويقدر يطور اهتمامه سواء اي اهتمام كان. يعني ابسط مثال، حاليا احنا بظرف موجود بالانترنت، فهو ابسط طريق حتى الشخص يقدر يطور بها كل معلوماته. ما دام الانترنت موجود فيعني هيكون كل شيء تمام. صحيح. كرار محمد، شكرا لوجودك اليوم بصباح الشرقيه، ان شاء الله يا رب نشوفك بحلقات ثانيه ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك ويومك شكرا سعيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، اللي هو هل تعمل في بيئه نظيفه وهل تؤثر على انتاجك؟ الكثير من الاشخاص شاركوا يقولون انه احنا ما نعرف نشتغل اصلا ببيئه ملوثه، لازم المكان يكون نظيف، لازم يكون مهوى بطريقه معينه. حتى بعض الاشخاص يشتغلون بشركات مغلقه، يحاولون انه اول ما يصلون للشركه يفتحون الشباك، يهوون المكان، يجيبون الشخص المساعد اللي موجود ويحاولون انه يرتبون المكان وينظفونه من الأتربة. منتظرة تعليقاتكم، وأيضا مشاهدينا في حال فوتوا حلقات سابقة من صباح الشرقية تقدرون تروحون على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، يأخذكم مباشرة لصفحتنا بالإنستغرام. خلينا نشوف الإنستغرام ونشوف تعليقاتكم وشنو شاركتونا. حتى الكثير من الأشخاص مو بس بالعمل بالمدارس، أيضا الطالبات يكتبون أنه إحنا مجرد حتى ما ندخل ونشوف إذا بقايا أتربة أو بقايا أغراض من اليوم اللي قبله، نحاول أنه نرتب المكان وننظف على مود نقدر نستقبل المعلومات بطريقة جدا بسيطة. أيضا سارة كتبت طبعا يتأثر على الإنتاج، لكن النقاش أنه هل كل شخص مستعد انه ينظف المكان مال العمل بعد ما يخلص او اول ما يجي من العمل؟ احيانا ظروف العمل تحكمك انه ما عندك وقت فما تقدر انه تنظف بشكل مستمر، ولكن نصيحه لكل الاشخاص الموظفين اللي يشتغلون باماكن مغلقه، حاولوا انه تنظفون المكان قبل لا تبلشون العمل على مود تحدون من الاصابه من الامراض، وايضا الاشخاص اللي عندهم حساسيه من الممكن انه يتخلصون من هذه المشكله مجرد ما يتخلصون من الاتربه قبل بدايه العمل. خلينا نشوف تعليقاتكم، منتظره ايضا اشوف بعض التعليقات اللي شاركوها البنات، ولكن خلينا نروح اليوم ونشوف تقريرنا بمشاركه واسعه لمجموعه من الشباب العراقيين في بازار الورد للاعمال اليدويه والحرف في اربيل، واللي تنوعت من بين الرسومات والاكسسوارات وايضا صناعه الشموع. خلونا نروح ويا رفقه ونشوف هالتقرير. صباح أمل، صباح تفاؤل، صباح طاقات شبابية. موجودين اليوم ببازار الورد للأعمال اليدوية والحرف المميزة لشباب عراقيين. خليكم ويانا بهذه التغطية المميزة والجميلة. مرحبا، شلونك؟ قولي لي، أنت دائما تشاركين ببازارات ودائما تشاركين بمعارض، فشون استفاديتي من هذا الموضوع وشون طور شغلك؟ طبعا احنا مو اول بازار نحن نشترك به، دائما خلال مشاركتنا بالبازارات دا نلتقي ويا الناس، دا نتعرف على المتطلبات اللي هم دا يحتاجوها. اكيد مره عن مره دا نكتشف انه محتاجين شموع كمشروع مالتي، دا يحتاجون موديلات جديده، دا يريدون عطور جديده، دا يريدون اشكال تعبر عن اللي هم رايديها. فهذا الشيء اللي خلانا نطور اكثر من بالمنتجات مالتنا ونشارك ببازارات اكثر واكثر. دائما اشوفك بالبازارات موجود وحاضر ومشارك اعمالك، فقل لي اول شيء شنو اعمالك هي وشنو استفاديت من هذه البازارات اللي موجوده باربيل؟ احنا بالنسبه لعملنا هو الرسم بالحرق على الخشب، فعندنا مجموعه لوحات فنيه هاي تشوفوها قدامكم موجوده الاي 3 30x40، وعندنا مجموعه تحفيات خشبيه
وانتيكات واكسسوارات خشبيه مال المطبخ. من شو وقت بديتوا بهذه الاعمال؟ بدينا بهاي الاعمال تقريبا سنه 2014. شوف الناس تحب هذه الاعمال وتشتريها دائما وعندها اقبال عليها. هي بصراحه المنتجات الخشبيه اكثر شيء بها اقبال هسه بالوقت الحالي، لانه الناس قامت يعني تقتني هاي الشغلات، اكسسوارات مال المطبخ مثلا، زين هاي الامور الخاصه، واكو قسم ايضا تحفيات هم يرغبوها. الزرع حياة، فحبينا ندخله بثيم جديد بنظرة جديدة للناس، إنه الزرع الطبيعي يعيش بزجاجة مغلقة وبدون ما يطلع من عندها المي. ففكرنا بالثيمات إنه ممكن أعرضه كمنظر طبيعي، ممكن أشكله على مو سندانة بس، مجرد إنه زرع أحطه بسندانة بلهجتنا العراقية وخلص انه هذا يتقدم للموجود، لا. فبديت افكر بثيمات معينه على اساسها اسوي منظر طبيعي، منظر شلال، صحراء. بس يعني الصراحه شفت الاقبال، انا كنت بالبدايه خايفه من الموضوع، لكن شفت الاقبال بشكل مو طبيعي، يعني الناس متقبله الفكره، الناس يحبون الزرع بشكل يعني أنا كنت أتوقع إنه الناس تفضل الزرع الصناعي أو خلينا نقول الزرع اللي ما يحتاج أو المنظر اللي ما يحتاج عناية كثيرة. فحبينا إنه نرغب الناس، لا شفنا الناس عندها رغبة وعندها ثقافة، وبالمناسبة عندنا الشباب لاحظنا من عمر 18 سنة وفوق، تقريبا 26 سنة 30 سنة، عندهم اهتمام بالزرع أكثر من البنات. يعني شفنا فد اهتمام من الشباب، انه هو مو اهتمام خلينا نقول ذكوري اكثر من ما هو يعني انثوي، لكن والله شفنا يعني الاقبال شديد عليه. طبعا اول مره اشارك بهذا البازار، مشروعنا هو صناعه الشموع. طبعا مشاركتنا الاولى وكانت مشاركه جميله جدا وكان الاقبال كبير، ما كنا متوقعين هذا الاقبال بصراحه، لكن الحمد لله رب العالمين في اقبال على منتجات الشموع. طبعا اشجع هذا النوع من المشاريع اللي هو مشاريع يدويه صغيره لكن لها مستقبل، ممكن تتطور بالايام المقبله. بديت تقريبا صار لي سنه وشغلي على الخشب وعلى الالوان الاكريليك وحصو وحجر، يعني نوعت يعني بين الرسومات العاديه، بس اغلب شغلي صار على الحجر لان شفت الطلب عليه كلش قوي. شنو الالوان تستعملين؟ اكريليك والوان زجاج، ويعني نوعت بين الرسومات. هسه قمت ارسم شناشيل وشفت الطلب عليها هم كلش حلوه، بغداديات، يعني الحمد لله الطلب على كل الأنواع حلو.
شكرا لك رفقة، وكل الموافقين للأشخاص اللي شاركوا ببازار اللي كان في أربيل طبعا. ومثل ما شفنا أنه البعض صارت عندهم الخبرة الكافية أنه ينتجون أو يحطون الأشياء اللي فقط المستهلك محتاجها، مثل ما شفنا الصابون، الزروعات، الكثير من الأشياء من الممكن أنه تستهدف بعض الأشخاص، حتى الأشخاص أو الشباب مثل ما ذكرت إحدى النساء أنه يحبون يجون وينتقون الزروعات لأماكن عملهم ولبيوتهم. كل موفقية لكم، وهاي رسالة من صباح شرقية لكل الأشخاص اللي موجودين في أربيل يتوجهون لهذا البازار ويدعمون المنتوج المحلي. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو: هل تعمل في بيئة عمل نظيفة وهل تؤثر على إنتاجك؟ الكثير من الأشخاص قالوا إيه نعم تأثر على إنتاجنا، لأن البيئة النظيفة تعكس صورة المؤسسة وتعكس صورة الأشخاص العاملين فيها، فلازم دائما مكان العمل يكون نظيف. أيضا بعض الدراسات أظهرت أنه وجود بعض الزروعات الظلية الداخلية داخل مكان العمل اللي ما بي أكسجين كفاية أو ما بي ضوء شمس كفاية من الممكن أنه تساعد الكثيرين على تغير مزاجهم وتحسنه، وأيضا تضيف نسبة من الأكسجين ونسبة من التهوية. طبعا أكثر الأشخاص كاتبينها من أكو دراسات أظهرت أنه المكتب اللي بي أكثر فوضى هو المكتب اللي يكون أكثر إنتاجيته. ركزنا على فوضى وليس نظافة المكان، لازم دائما المكان يكون نظيف حتى لو فوضوي به كثير من الأوراق. الأشخاص اللي فوضويين هم سرعة إنتاجهم أعلى من الأشخاص المنظمين، حسب بعد كل واحد وشخصيته، كل واحد ونفسيته، هل فعلا هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ طبعا أيضا من بعض الدراسات اللي شاركوها مشاهدينا وكل الأشخاص اللي شاركوا بهاشتاج حلقتنا لليوم، كتبوا أنه زيد فرصة الموظفين بأنه يشعرون بالراحة وأنه هم فعلا حابين المكان اللي يعملون به لما تكون أماكنهم نظيفة، إضافة إلى الأشخاص اللي دائما يلاقون أو يشوفون زبائن معينين لازم مكانهم يكون نظيف على مود يقدرون أنه يمثلون هذه الشركة بأبهى صورة. أيضا النظافة، نظافة مكان العمل قد تكون هي انعكاس للنظافة الشخصية مو بس لمكان العمل. خلينا نشوف بعض التعليقات. بعض الأشخاص قالوا مو بس أماكن العمل المغلقة، أيضا أماكن العمل المفتوحة والخارجية من الممكن أنه تأثر على البعض، قد تكون الأتربة، قد تكون الأجواء، ولكن نظافة المكان من أهم الأمور اللي يركز عليها الكثيرين. من هذه التعليقات خلينا نروح نشوف ويا سمراء اليوم شنو الأخبار ونشوف الأجواء في عموم العراق. يسعد صباحك. يسعد صباحك رولا، صباح الخير. خلينا نشوف نشرة الأخبار اليوم، مثل ما سمعنا أكو زلزال صار الصبح، فخلينا نشوف أكيد الأحداث. البداية بزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشعر وشمال سوريا وشعر به العدد من الدول العربية الأخرى. وابتداء مشاهدينا صباح الخير، ونتوجه بأحر التعازي إلى عوائل وذوي ضحايا الزلزال المدمر الذي كما ذكرنا ضرب جنوب تركيا وسوريا وتسبب بدمار شديد وضحايا وجرحى أيضا. إذن لا تزال عشرات القرى في محيط ناحية الرياض بمحافظة كركوك خارج خارطة الدوائر الخدمية على الرغم من دفعها ثمنا باهظا من الشباب، من دم الشباب عفوا، إبان عمليات دحر الإرهاب، ويطالب سكان قرى عبور السكة والمرة والتحويلية بتوفير الخدمات وشمولها بمشاريع التأهيل. تواصل كلية الفنون الجميلة في جامعة الموصل تقديم العروض وتنظيم المحافل الفنية المحلية التي كان آخرها المهرجان السنوي لتكريم الأكاديمي الراحل جلال جميل. ويؤكد أكاديميون أن الألوان المقدمة عبر تلك المهرجانات تؤكد مجددا أن مدينة التعدد والتعايش متمسكة بالحياة، وأن جيلا جديدا من الشباب قادر على تغيير مستقبلها أو المستقبل إلى الأفضل. في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة تعمل 16 مكينة نسيج بكامل طاقتها في مصنع حرباوي للنسيج الكوفية، وهو المصنع الوحيد في الضفة الذي ينتج الكوفية الفلسطينية بألوان مختلفة منذ أكثر من 60 عاما، وورث عزة حرباوي وإخوته المصنع عن والدهم ويعملون فيه مع أبنائهم أيضا.
تعرضت الأردنية دينا عبد المجيد وهي أم لطفلين لتحديات عديدة تتعلق بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة بصحة طفليها وأساليب رعاية الأطفال بالطريقة المعاصرة. ولأن الحاجة أم الاختراع فقد دفعت تلك التحديات دينا إلى إنشاء موقع إلكتروني وتطبيق سمته 360 ممز لتزويد الأمهات بمصادر باللغة العربية تتعلق بالصحة البدنية والعقلية للأطفال، إضافة إلى نصائح حول رعاية الآباء والأمهات لفرذات أكبادهم. ويربط التطبيق كذلك أفراد الأسرة بأكثر من 300 خبير وطبيب، مما يسمح للآباء والأمهات بالحصول على إجابات لأسئلة محددة. رغم أن قوسه يتصدع ومساحاته الشاسعة خالية، إلا أن معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس الساحلية اللبنانية بات يأمل الآن في إحياء مجده، بعد أن أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر. الموقع صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير في عام 1962، ويعد المعرض الذي شيد على مساحة تبلغ نحو 1,000,000 متر مربع بما فيها الطرقات المحيطة وواحدا من الأعمال الرئيسية التي تجسد الفن المعماري الحديث بالقرن العشرين في الشرق الأوسط. وننتقل إلى الولايات المتحدة. تشهد منطقة جبل واشنطن بولاية نيو هامشاير الأمريكية انخفاضا شديدا في مستوى درجات البرودة، وكرست سمعتها كواحدة من الأسوأ في العالم من حيث برودة الريح والصقيع، وسجلت درجة حرارة الريح الباردة نحو 80 درجة مئوية تحت الصفر. ووصفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية درجات الحرارة بأنها تهدد الحياة. ويقع جبل واشنطن في الجبال البيضاء شمال ولاية نيو هامشاير، وهو أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1,917 متراً. سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الكلب بوبي الذي ولد في قرية صغيرة في وسط البرتغال أكبر الكلاب سنا في العالم، إذ بلغ عمره 30 عاما و269 يوما. واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب بوبي وهو من سلالة رافيرو دو ألتينغو الأصيلة بعد ميلاده 30 أو بعيد ميلاده 30 العام الماضي، مدركا أنه حطم الرقم القياسي على مدى قرن تقريبا، والذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في استراليا نفق عندما بلغ عمره 29 سنة وخمسة أشهر، وذلك في العام 1939. فازت طالبة كندية تبلغ من العمر 18 عاما اشترت للمرة الأولى تذكرتي النصيب بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا. وأوضحت جولييت لامور وهي طالبة في سوسان ماري في أونتاريو خلال تسلمها جائزتها أنها اشترت أول تذكرة نصيب بعدما شجعها جدها على ذلك. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع رولا. إليك رولا. إن شاء الله يا رب حظنا يكون حظنا مثل جولات شوي ولو بنسبة مليون دولار إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا سمراء خليني أشاركش بسؤال حقنا تفاعلي، اللي هو هل بيئة العمل أو نظافة مكان العمل يؤثر على نفسيتك وإنتاجك؟ تعرفين الكثير من الأشخاص تأثر بهم هذا الشيء، هل هذا الشيء من يأثر عليك ولا لا؟ أكيد يؤثر نظافة المكان، مكان العمل إذا مش نظيف يؤثر على الإنتاجية، على النفسية، على الصحة ربما، وهذا الأخطر بالموضوع. صحيح. وأيضا في هناك ربما
بيئة بعيدة عن الـ الـ النظافة. النظافة اللي هي إذا البيئة السامة للعمل أيضا أعتقد. صحيح صحيح كثير. تؤثر جدا. كثير من الأشخاص يعني من هذا الموضوع بالأخص الأشخاص يعني بالمكاتب اللي دوامهم 9 ساعات 10 ساعات تخيلي أكو شخص توكسيك بالموضوع. بالضبط يعني فالنظافة ربما على شقين. كثير من العوامل. شكرا لك سمراء على هاي الأخبار. يومك سعيد. مثل ما شفتم مشاهدينا مو بس سمراء تقول انه الكثير من العوامل من الممكن انه تاثر على سرعه الانتاجيه وارتفاع الانتاجيه للاشخاص اللي عاملين، لكن ايضا عوامل اخرى منها الاشخاص، نفسيه الاشخاص اللي حوالينا، المخاطر اللي قد يتعرض لها الاشخاص بعض عند العمل. تعرفون بعض المهندسين من الممكن انه يطلعون برا للشارع على مود يكملون بعض الاشياء اللي ممكن تخص الهندسه، فلازم يلبسون اللبس اللي يحميهم. وايضا بعض الاشخاص يحبون انه في مكان العمل بالاخص الاشخاص اللي يداومون من 9 ل 6 العصر 9 ساعات 10 ساعات باليوم في مكان واحد بالعمل من الممكن انه ياثر على صحتهم. فالاشخاص او المكاتب القائمين على هذا العمل لازم يكونون حريصين على انه الاشخاص اللي يعملون عندهم يكون اماكنهم نظيفه، اكو اماكن للتهويه، الكثير من المكاتب لا تحتوي على شبابيك وحتى مراكز لتنقيه الهواء. حاولوا انه حتى لو هذه المراكز او هذه المكاتب ماكو بها شبابيك او ماكو بها مراكز للتهويه، حاولوا انه تحطون ولو نص ساعه او 10 دقائق كل ساعه باليوم من وقتكم انه تنزلون برا مكان العمل، تستنشقون شويه هواء، تغيرون جو وترجعون، او تجيبون زروعات صغيره حول المكتب قد تفيدكم في تنقيه الهواء والجو. ايضا بعض الاشخاص كاتبين انه لازم الممرات انه تكون مفتوحه وخاليه من اي عوائق في حال صار اي شيء يخص البنايه، مثل ما بعض الاشخاص يتعرضون انه لزلازل او يتعرضون لاماكن او خطر في اماكن عملهم، من الممكن انه تكون الاماكن مفتوحه على مود يطلعون برا البنايه. ايضا طرق الاحتفاظ ببعض الكتب والاوراق في المكان الاماكن المخصصه لازم تكون باماكنها على مود الاشخاص اللي يشعرون بخنقه معينه من ريحه الورق او من تجمع الورق همنا ما يتعرضون لوعكات صحيه. نظافه المكان مهمه بكل وقت، وايضا نظافه نفسيه الاشخاص اللي حوالينا. بعض الاشخاص ما يحبون انه يقولون مو مهم المكان، المهم الاشخاص اللي نتعامل وياهم ونفسيتهم شلون تكون، هل من الممكن انه يكونوا مزعوجين الصبح او لا، او هل بعد فتره الصباح من الممكن انه تكون نفسيتهم تتعدل. فتاثير بعض النفسيات على الاشخاص العاملين وطريقه انتاجهم. ننتقل وياكم مباشره مشاهدينا الى جولزار وزين ونشوفهم ونشوف هل فعلا انه نظافه المكان ولا نفسيه الاشخاص اللي حواليهم تاثر عليهم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك شرولا وصباح كل مشاهدينا. طبعا السؤال جدا يعني سؤالنا التفاعلي جدا مهم، وخاصة أثناء العمل أو أثناء أي مكان أنت تتجهين إلى أو تروحين، النظافة ثم النظافة ثم نظافة المكان تكون تريح النفسية، وأنت تقدرين بأريحية مثلا تبقين بذاك المكان، سواء كان مكان العمل، سواء أنت رايحة مثلا مكان خارجي مول أو مثلا عيادة طبيب، يعني كل الأماكن من تروحين ترتاحين نفسيا اذا تلقين المكان نظيف ورائحه نظيفه وماكو اتربه، يعني صحيح. تكون النفسيه جدا هنا يعني يلعب دور كلش قوي. يسعد صباحك زين. يسعد لي صباحك جوزار، وصباح الخير لكم صبايا ولكل مشاهدي برنامج صباح الشرقيه. اليوم احنا من بدنا نحكي، يسعد صباحك زين، موضوع كلش مهم اللي هو النظافه في مكان العمل. احنا نعرف يمكن احنا نقضي نص عمرنا دا نشتغل، صحيح. فبالتالي احنا يعني الاوقات اللي نقضيها بالعمل هي كلش طويله، فمن المفروض انه المكان اللي احنا نشتغل بيكون نظيف، لانه هم نظافه المكان تاثر على انتاجيه العمل وكيفيه يعني شلون المود مال الموظف او الشخص اللي دا يشتغل ممكن يتاثر اذا مكان كان نظيف او لا. صحيح. فكلش كلش مهم انه احنا نهتم ببيئه العمل تكون نظيفه ودائما تكون جاهزة حتى احنا من مودنا والبرودكتيفيتي مالتنا تكون عالية.
زين بعض الشركات العالمية فعلا يهتمون بسعادة الموظف قبل الإنتاجية، يقولون أنه الموظف السعيد هو الشخص اللي من الممكن أنه ينتج زيادة عن اللزوم، فيحاولون أنه يضبطوا له المكان، يحاولون أنه يحطون مراكز ترفيهية، حتى بعض أماكن العمل تسمح بوجود الحيوانات الأليفة اللي قد من الممكن أنه شوية تسوي ريلاكس لبعض الأشخاص اللي عاملين بهذا العمل. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا رب تكون هاي الميزة موجودة في جميع الشركات، لأنه تعرفون سعادة الشخص العامل من الممكن أنه تأثر على ارتفاع إنتاجيته. أنا فقراتي انتهت من استوديوهاتنا في دبي، مستمرة ومتابعة وياكم من استوديوهاتكم في أربيل. شكرا لكم. شكرا لك رولا ولفقراتك من استوديوهاتنا في دبي. مشاهدينا احنا مستمرين وياكم من استوديوهاتنا في أربيل حتى نكمل باقي فقراتنا ونسأل السؤال التفاعلي حلقة اليوم، هل تعمل في بيئة عمل نظيفة وهل يأثر هذا الشيء على إنتاجيتك أو لا؟ احنا طرحنا هذا السؤال على إنستغرام الشرقية، تقدرون تتشاركون ويانا بهذا السؤال. شنو عندك تعليقات هنا مريم؟ تقول أني دائما بالشركة ويا الموظفين نحاول نسوي بيئة نظيفة، نفتح الشبابيك حتى التهوئة ودائما نهتم بالنظافة حتى بالتالي نشتغل براحة نفسية. أنت شو تسوين على صعيد شخصي؟ يعني إذا أنت رحتي إلى مكان خصوصا أماكن اللي يكون بها أكثر من شخص أو أكثر من موظف، شلون ممكن تأمنين هاي البيئة النظيفة لنفسك؟ هو بالضبط مثل ما ذكرت بالتعليق، يعني احنا نحاول دائما كموظفين بالمكان يعني نساعد بعض حتى البيئة تكون نظيفة. صحيح. حتى المكان تكون نظيفة، حتى التهوية المكان، حتى بالتالي نقدر نطلع الإنتاجية الشغل اللي عندنا بطاقة حلوة بطاقة إيجابية. صحيح. يعني هاي اللي أسويها. وأنا هنا يعني أشاركك الرأي إنه لازم الشخصين يكونون متفقين، او مرات يعني يكون اكثر من شخصين بالمكان، اكيد فتحافظين على نظافه هذا المكان اللي انت تشاركي مع اشخاص يمكن يكون عندهم غير وجهه نظر للنظافه. أي. شويه صعبه، ولازم يكون اكو فت قناعه مشتركه انه النظافه كلش مهمه. هو اكو ناس يقولون العمل. بالضبط اكو يقولون احنا جايين على قد الشغل ونرجع، ما علينا بالضبط. بالضبط. اذا مشاهدينا من التعليقات من هذا الموضوع راح نروح الى موضوع ضيفنا اللي حدثنا، اللي هو جاي من كركوك، هو طبيب اسنان الممارس والحاصل على شهاده تجميل الوجه الغير جراحي، دكتور علي لارسا، عن علاقه البوتوكس بالاسنان والطرق العلاجيه فيه. دكتور يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم ويسعد صباح متابعين الشرقيه، وان شاء الله اقدر اقدم لكم معلومات مفيده فيما يخص صحه الفم والاسنان. يا هلا بك دكتور. احنا قبل نبدي موضوعنا ونحكي عن الاسنان والبوتوكس، نحكي عن يعني البيئه النظيفه خصوصا اطباء الاسنان، يعني انتم تتعاملون مع اكثر من مريض باليوم، ايش قد انه ممكن نظافه المكان عند الاطباء تساهم في توسيع من خلينا نقول الانتاجيه مالتهم؟ طبعا احنا اول شيء نداوم بمؤسسات صحيه حكوميه. صحيح. طبعا المؤسسات الصحيه لازم تكون نظيفه، وبالتالي كل ما تكون نظيفه انت كطبيب من تقدم خدمه للمراجع اللي يزورنا في المؤسسات الصحيه، كل ما انتاجيتك احلى، طاقه مالتك اقوى، تقدم لنا خدمه، خاصه فيما يخص الموضوع الاسنان. مثل ما تدرون موضوع الاسنان اكثر شيء حساس وينقل الامراض والعدوى من شخص الى شخص. صحيح. فبالتالي ضروري تكون البيئه في المؤسسات الحكوميه نظيفه ومعقمه، بالتالي تزيد من طاقتك الانتاجيه. اما بالنسبه للعيادات، يعني حاليا العيادات والمراكز الأسنان والتجميل وكذا، يعني ضروري تكون معقمة ونظيفة، والمراجع من يجي كل ما يشوف المكان نظيف ومرتب ومعقم كل ما يرتاح نفسيا، وبالتالي أكيد. أنت كطبيب أنه تقدم له خدمة ممتازة، ومن يطلع من يمك راضي عنك ويمدح بك بكل مكان. يعني جميل جدا. طيب دكتور خلينا نبدأ بأسئلتنا اللي نعم. أول سؤال حابة أسألك يعني هو ما هو صرير الأسنان وما هو مضارها؟ صرير أسنان مثل ما تعرفون هو عادة احتكاك الأسنان ببعضها، وخاصة يصير بالليل يعني وقت النوم. الشخص طبعا هو ما يحس أنه هذا عادة عنده، يعني أكيد شخص نايم وياه قريب عليه أنه يقول له أنت مثلا عندك هيك حالة. فهذا سببه شنو؟ سببه أنه حالة الإطباق عنده مو صحيحة، أو مثلا عنده مشاكل نفسية أو أعصاب أو جهد أو توتر قلق، فبالتالي بالليل
يصر على أسنانه بشكل قوي. طبعا هذا يؤدي عندنا أنه شنو الصبغة السطحية للأسنان بمرور الأيام تنأكل. فمن تصير عندنا هاي يقوم الشخص من يأكل أو من يشرب شيء حار وبارد يتحسس أسنانه ويحس بوجع بالأسنان، فبالتالي صحيح. يفقد أسنانه. هاي الشيء لازم أنه يتعالج قبل فوات أوانه، يعني أنه كل ما العمر أقل نقدر نعالجه أحسن. زين دكتور، شلون تتم معالجة هذول الأشخاص؟ يعني خصوصا هم هاي الحالة ماذا يسووها وهم بكامل وعيهم وهم نايمين، فشلون يتم العلاج؟ اكو اشخاص يصير عندهم وهم اثناء النهار، يعني هم مستيقظين. ممكن يصير هذا الشيء، ممكن من يتعصب تشوف يكزقز على اسنانه، يعني اثقوي على اسنانه، فهاي الظاهره حمدة تصير عندنا. هاي علاجه طبعا اول شيء لازم انه نعالج الاطباق مالته، تمام، وهذا العلاج شويه مطول، او مثلا نسوي له نايت جارد، اكو شيء نسميه تركيب بلاستيك يلبسه هو نايم، او هو مثلا بالشغل مثلا عصاب عنده دا يسوي هاي الحاله يلبسه، او ممكن مثلا القالب السيليكون يجي بالضبط سيليكون، بس هذا اكثر الاشخاص ما يرغب يلبس، يعني هو يسويه اوكي يلبسه اسبوع شهر كذا يضوج منه، لانه هو فتشي مزعج بحلقك وانت نايم مثلا بلاستيك ما ترتاح عليه، فبالتالي يعوف هاي الطريقه. اما حديثا عندنا طريقه علاجيه بس شويه مطوله ام لكن حلوه، يعني لا جراحيه ولا مزعجه، هي طريقه الحقن البوتوكس بالعضله المضغ اللي نسميها ماسيتر مصل. هاي العضله نحقنها بالبوتوكس، بالتالي تدرون مثل هاي العضله اللي بالوجه، هاي اقوى عضله عندنا عضله المضغ، فتحتاج تقريبا الى 6 الى 8 جلسات من الحقن البوتوكس حتى نوقف العضله الحركه، بالتالي نوقف هاي الحاله اللي تصير. وهاي ما لها مضار دكتور؟ انه لا ما لها مضار، بس انه شويه الشخص لازم يلتزم بالجلسات مالته، ولازم انه شوي يتعود عليه، يعني تحكي له من البدايه تدري مثلا هاي العضله من توقف عندك شوي يحس بشيء غرابه، بس يتعود عليه يعني. طيب دكتور، اكو هوايه من الفئه يعانون من الابتسامه اللثويه. تكون الابتسامه اللثويه شنو طرق علاجها حتى يتخلص من اللثه اللي بتكون دائما بارزه؟ طبعا جامي سمايل اكثر الناس عندهم يعني بالمجتمع، وهاي طبعا تسوي عندهم حاله نفسيه انه تشوفه دائما هذا الشخص اللي عنده جامي سمايل ما يضحك ما يسولف او يعني منزعج من مظاهره. هسه حاليا اكو طرق حديثه لعلاج هاي الظاهره، اللي هي اول طريقه مثلا ممكن انه طريقه جراحيه نقوم بقص اللثه تمام، وابراز شكل السن، يعني نبرز السن طبعا يصير بالليزر بالعيادات الاطباء. طريقه حلوه وما بها اي الام، بس مجرد شيء جراحي يعني يحتاج لوقت على مود يعني الجراحه تلتئم والوضع يصير اوكي. والشغله الثانيه تقويم اسنان، هذا نقدر نسويها بحالات يعني كل ما عمرنا اصغر نقدر نسويه، نسحب الاسنان لي برا مثلا تشوف انه الشكل الطالع من السن اقل فنسحب الاسنان لي برا، او نقدر مثلا حديثا هم نقدر نعالجه بالبوتوكس الابتسامه اللثويه، نحقن العضله اللي ترفع الشفاه لفوق بمقادير معينه طبعا بوتوكس، طبعا هم جلسات، وبالتالي من يضحك او يسولف هاي الشفه لفوق ما تتحرك عنده، يعني العضله توقف، فالابتسامه اللثويه ما تطلع عنده. وغالبا يعني طبعا الابتسامه اللثويه احنا كناس النورمال اللي ما عندنا هاي الحاله من نضحك او نسولف تطلع عندنا مليم الى مليمين من اللثه، هاي شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي. اما الابتسامه اللثويه لا، يطلع عندهم مثلا 4-5 مليم مرات 7 مليم مرات، اكو شخص من يضحك تشوف اللثه كلها برا. يعني فيحتاج انه هذا الشيء حاليا علاجه سهل وبسيط، ممكن يتخلصون من هاي الحاله. بس هذا ممكن نخليها بالتدخلات الجراحيه التجميليه، صحيح؟ يعني الابتسامه اللثويه ما لها اي مضار، انه اذا اللثه تكون بارزة هذا مو دليل على اي مشاكل في لا ما عنده مشاكل، مجرد تجميلي، يعني هو شيء ما حلو واحد من يضحك او يسولف يطلع عنده اللثه. جميل. وطبعا مثل ابتسامه سر الجمال، يعني كل ما ابتسامه أكيد. احلى كل ما نفسيه تكون احلى. اكيد. زين دكتور، احنا من وهذا السؤال دائما احنا نكرره، لانه هذا السؤال هو كلش مهم. يمكن سيقول المستمع يقول مثلا او المشاهد يقول، يعني من تسالون تقولوا مثلا زياره كلش قد لازم واحد يزور طبيب الاسنان. الغرض من هذا السؤال هو انه احنا الاجابه تجي من متخصص بهذا المجال عن اهميه هذا الموضوع، فهمنا احنا نكرر هذا السؤال وياك، نقول لك كل ايش قد لازم الشخص يزور طبيب الاسنان حتى يتشيك عن المشاكل اللي ربما تكون موجوده في الفم والفك. طبعا احنا بالعراق مشكلتنا انه الثقافه الصحيه عندنا بعدها كلش لو صحيح،
يعني اتمنى من القنوات اللي عندنا ما شاء الله خير من الله مثلا يسوي لهم برنامج اسبوعي للصحه لارشاد الناس للثقافه الصحيه يعني كلش مهمه فتشوف انه يهمل اسنانه طبعا عندنا 60 70% من الناس من يوجع اسنانه يلا يروح لطبيب اسنان من توصل يعني لمرحله يعني هو ما عنده شيء باسنانه تشوف اسنانه متسوس سوي اللثه ملتهبه عنده وكذا هو يعوفه عادي نورمال المهم ما عندي وجع لا احنا الافضل عالميا كل 6 شهور نراجع طبيب اسنان نراجع على مود نستكشف عن الحالات التسوس البدائيه اللي عندنا عن الحالات الالتهاب اللثه عن الامور هوايه ممكن انه الطبيب يرشدنا ويقول لنا انه انت حالتك 1 2 3 فتبقى يمك انه تحب تعالجه الطبيب يقدم لك خدمه ويعالجه وما تحب تعالجه هاي بعد انت يمك يعني تبقى فالمهم انه احنا نهتم باسنانا زياره دوريه ما تكلفنا نص ساعه بالاسبوع يعني نص ساعه كل 6 شهور نروح لطبيب الاسنان على مود نستكشف عن هاي ومثل ما تعرفون كل ما المشكله قليله كل ما جلساته اقل ومصاريفه اقل وكل ما المشكله تكبر جلسات اكثر ومصاريف اكثر أكيد. فالافضل انه كل 6 شهور يراجعون طبيب اسنان حلو طيب دكتور تقنيه البوتوكس بهاي الفتره الاخيره انتشرت بكثره يعني عند للاسنان اكثر شيء فشلون تشوف اقبال الناس على الموضوع يعني عندهم هيك الابتسامه اللثويه يعني تكون كلش بارزه مثل ما ذكرنا همين يخافون عندهم تردد لو تشرح لهم الوضع وكل شيء يكون تمام شوفي احنا بصوره عامه اغلب الناس اللي عندنا من تقول له شيء جراحي راسا يخاف اكيد دم وقص وهاج بس من تقول له شيء حقن وكذا تقعد لازم الطبيب يقعد يشرح للمراجع انه كذا كذا يصير عندك ايجابياته وسلبياته جلساته وتكاليفه على مود المراجع من يسوي شيء هو مقتنع به ولازم انت كطبيب تتابع حالته يعني مو سويت له اول مره بس حقنت له وعفت لا خلاص لازم تخليه يرجع لك لازم انه ترشده تقول له اذا ما رجعت ما راح تستفاد فاشوف الاقبال البوتوكس صراحه يعني هوايه خاصه مثلا حاليا الناس قامت تهتم بالتجميل اكيد ازاله أجميل. التجاعيد ازاله الابتسامه اللثويه هاي الامور كلها تصير بالبوتوكس فالناس هوايه يسوون بوتوكس هو شيء لا مضر ولا والمده مالتها ايش قد يعني المده اللي يطول بيه طبعا حسب قوه العضله اكو ناس عندهم العضله كلش قويه يعني اول حق انا هو الرينج مالته يستمر من 4 إلى 6 شهور، اكو ناس يبقى عندهم مثلا 4 أشهر، اكو ناس 5 أشهر، اكو ناس 6 شهور ولازم يتجدد يعني يتجدد عالميا يقول اول سنه لازم كل 3 شهور نحقن بوتوكس، السنه الثانيه نزود له شهر، السنه الثالثه نزود له شهرين، يعني بالسنه نحقنها مرتين. فنتمنى ان شاء الله من ناسنا انه يلتزمون بالارشادات مال الاطباء. اكيد اكيد. اكيد. زين دكتور همينا نرجع نسلط الضوء على السؤال اللي طرحناه اللي هو كان علاج لصرير الاسنان اللي يتم عن طريق البوتوكس الحقن بالبوتوكس هل اكو علاج ثاني او هاي هي الطريقه المستخدمه حاليا وشون انه يتم اقناع المريض انه صرير الاسنان ممكن يسبب مشاكل كلش كبيره بالفك بمرور الوقت شلون ممكن تقنعوه بالعلاج المناسب؟ طبعا نسيت اقول لك شغله بالصرير الاسنان الشخص اللي عنده صرير اسنان من يقعد ثاني يوم تشوف يعني صباحا عنده هاي المنطقه كلش توجع العضلات اللي عنده كلش توجع متشنجه ودايخ وعنده صداع وكذا فهو يريد يتخلص من هاي المشاكل فانت من تشرح له انه هذا الشيء خلصك من هاي المشاكل طبعا الصداع الصباحي يعني كلش شيء ما حلو والطاقه اثناء الاكل دكتور همنا هاي ممكن وحتى من يفتح حلقه يعني تشوفه تسمع صوت الطاقات عنده فمن تشرح له هاي الامور وتوضح له طبعا احنا اغلب الناس يريدون علاج فوري علاج سريع فمن تقول له قص لثه اوكي هو علاج حلو وكذا بس مو كل شخص يقتنع بالجراحه وقص اللثه وانه يلتزم بالارشادات اما البوتوكس هو حقنه فالبوتوكس مثل ما تعرفون خلال 14 يوم ينطي النتيجه المثاليه مالته، يعني هو ده يقدر يمارس شغله وحياته الطبيعيه يطب ويطلع بدون اي جراحه بدون اي شيء وخلال 14 يوم يعني يشوف النتيجه. زين النتيجه دكتور مال البوتوكس هل هي شل العضله بالكامل حتى انه حتى من هو يكون نايم ما يقدر يضغط بالعضله او شلون تشتغل هاي الاليه؟ مثل ما تعرفون العضله يعني مو من اول حقن راح يتشلل تماما أكيد. يعني اما يصير بطيء يعني الحركه مالته يتوقف نوعا ما اما يتشلل ما يتحرك ابدا هذا ما يصير من اول حقن موارد. واكثر الناس يقول لك مثلا انا اريد من جلسه واحده اشوف النتيجه زين هاي العضله القويه شلون انا بقطرات بوتوكس اقدر اوقفه اما بالجلسات
اوكي نقدر نوصل لمرحلة انه نوقفها تماما. واكثر سؤال ينسال انه دكتور ولا بوتوكس يرجع أسوأ او يبقى نفس الشيء؟ لا يعني البوتوكس حتى لو عضلة بدأت تتحرك تتحرك بشكل بسيط كلش، يعني مو مثل انه عضلة نشطة. زين دكتور، هل هناك علاج اخر يعني لهالحالة يعني غير البوتوكس؟ اي قلت انه البلاستيك او البلاستيك انه نلبسها، انا صراحه بالعياده هوايه مسوي للناس، فتشوفها شهر اسبوع لبسها وعافى، لانه هو شيء مزعج. قوالب السيليكون هي صراحه مزعج، يعني انه هو نايم اكو شيء بحلقه ما مرتاح، انه هو الصبح طالع بشغله لابس شيء بحلقه ما مرتاح، يعني كمرأة مطلوب انه الشخص يلبس القوالب السيليكون. هو اكثر شيء يصير عند الناس بالليل يعني من هو نايم، لان العضله كلش قويه، حتى مثلا شخص من ينام بصفه فيحس الصوت يعني صوت قوي قوي. فمرور الايام تشوف سطح الاسنان عنده اول ما يفتح حلقه انه تعرف هذا الشخص عنده هاي الحاله، سطح الاسنان صاير سطح يعني مظهر يعني ببساطه ممكن طبيب الاسنان يعرف انه الشخص عنده اي بالضبط اول ما يفتح حلقه، يعني تشوف انه الانسان الطبيعي سطح الاسنان مالته عنده الكاسبات اللي هاي المثلثات كذا، فتشوف هذا سطح الاسنان مالته مستوي، او مرات من كثر ما قوي تشوف انه حلقه هم شكله صاير هو من بعيد مبين انه هذا الانسان عنده صرير اسنان. يعني الحل الافضل انه يكون البوتوكس، يعني اسرع حل سريع بوتوكس وافضل. واكو حلول هوايه نقدر نلجأ، يعني كعظم الفك نعالجه، كاطباق نعالجه، فاحنا نطرح الحلول كلها للمراجع، تبقى الاختيار للمراجع. زين دكتور، شنو هي النصائح اللي تريد تقدمها لليوم عن موضوعنا؟ نصائح طبعا انه ناس شويه يهتمون بصحه الفم والاسنان والتفريج اليومي، يعني انا هوايه ناس بالعياده يقول لي مثلا انا ما افرج اسناني، او انا من افرج اسناني يطلع دم. اي هاي السبب انه من يطلع دم انت عندك التهابات لثه، انه عندك مشكله بالاسنان المفروض تعالجه مو تهمله. مثلا اعتناء الروتين اليومي بالاسنان، تفريج اقل شيء يومين الصباح والمساء، استخدام خيط بين الاسنان. احنا عندنا تقريبا اغلب الحالات التسوس الاسنان يصير بين سنين، السبب شنو؟ انه هو يفرج بس بين الاسنان ده يبقى اكل عنده، لماذا يستخدم خيط اسنان؟ استخدام غسول الفم خاصه بالليل اخر شيء من النوم، قط يعني نخلي هيك شويه نمضمض بيه حلقنا وننام، حتى الصبح من نقعد ريفريش حلقنا وحتى رائحه الفم، هاي الامور كلها نتخلص من عندها. إيه وزيارة الطبيب الأسنان كل 6 شهور. والأمهات منا أناشدهم إنه يهتمون بأسنان أطفالهم، أطفالهم ويراقبون منهم لنفس الوقت. إيه لأن صراحة هوايد نشوف خاصة يعني مستشفيات الحكومية إنه تجينا ناس إنه أسنان الأطفال متدمرة فد مرة. ليش؟ يعني نقدر إنه كأم باليوم 10 دقائق ربع ساعة تابع الطفل إنه يفرج أو كذا، نسات الاوكي ياكلون، بس اكو هوايه معاجين اسنان خاصه بالاطفال اكيد، لان الجمال وصحه الاسنان بالكبر هو يبدا من العنايه بالاطفال بالضبط. دكتور علي لارسا، شكرا لتواجدك ويانا، شكرا على النصائح القيمه اللي انت قدمتها. الله يسلمك وشكرا لكم وشكرا على الاستضافه الحلوه، وان شاء الله اتمنى للناس حياه السلام. سعيده وصحه سليمه ان شاء الله. شكرا لك دكتور. اذا مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي، هل تعمل في بيئه نظيفه وهل تؤثر على صحه انتاجك؟ خلينا نشوف بعض من التعليقات. زين علي دي يقول المفروض البيئه دوما تكون نظيفه، لانه اكيد يعكس على نفسيه على الشخص مو بس الانتاجيه، يعني مثل ما قلنا همنا اذا نفسيه مو تكون كل الزينه همنا الانتاجيه راح تقل، يعني هاي العوامل كلها مرتبطه مع بعضها، فعلى مود هذا الشيء لازم احنا دائما نحافظ على المود والاجواء تكون مناسبه للعمل، ان نكون مرتاحين بالبيئه اللي دا نشتغل بها، فهذا الشيء اكيد يعني بالتالي راح ياثر على قدرتنا لانتاج فد شيء افضل، وايضا الكميه اللي احنا راح نكون قادرين حتى ننتجها. هذا الشيء يكون يعني كلش واضح، دا اشوف يعني بالتعليقات اكو ايه دا يشاركونا ودا يوافقونا الراي انه النظافه، نظافه
البيئة هو مهم جدا كلش. إذا مشاهدينا نرجع نقرأ تعليقاتكم، لكن خلينا نروح لهالتقرير. شغفه باللياقة البدنية وممارسة الرياضة خلاه يكون بطل فنون قتالية، وتكرر فوزه من بعد تمثيله للعراق بالنزلات بدعم من عمه وحصوله على عدة أوسمة. خلونا نروح لصلاح الدين ونشوف هالتقرير عن عبد الفتاح التكريتي. أنا حبيت هاي الرياضة من سنة 2014 ومارست هاي الرياضة وعندي إنجازات بيها. صار لي تقريبا قبل أشهر أنا جبت بيها إنجاز على الحدود الإيرانية العراقية على منظمة كوبو. هاي الرياضة تختلف عن باقي الألعاب، تختلف عن كرة القدم وتختلف عن كرة السلة عن باقي الألعاب. شخص واحد يمثل العراق، مو تفرق عن فريق كامل، مجموعة كاملة. نعم، وقت الصباح، وقت الصباح أنا طبعا أتمرن على نهر ضفاف دجلة، هواء نقي، مكان حلو، مكان رائع، مكان جميل وينطي حافز أيضا وراحة نفسية نفس الوقت. أهروي الآن تقريبا 25 كيلو يوميا، مو يوميا يعني مرة واحدة بالأسبوع. عندي إنجازين بهن أوسمة. إنجاز الأول رفعت بها العلم العراقي بالحدود الإيرانية العراقية ضد خصم إيراني، فزت بالضربة القاضية. الإنجاز الثاني همين أيضا أخذت الوسام ملك الكونفو. اللي ساعدني وقف وياي واللي اكتشفني هو عمي حمدون أبو فهد، هو اللي صنعني وهو اللي حفزني لهذا الشيء، هو اللي ساندني أيضا وساعدني معنويا وماديا. من نشأته السيد عبد الفتاح النجاري كان يحب اللياقة البدنية وأشوفه يمارس الرياضة ورفع الأثقال، فاكتشفت أنه عنده طاقة أن يمارس الفنون القتالية، فحبيت أن أدخله في أندية وفي قاعات قبل حوالي 8 سنوات، فمارس التدريب من ذاك الوقت لحد الآن، وأنا داعم إلى ماديا ومعنويا، بحيث أخذت أول نزال كانت في العظمية ففاز بالضربة القاضية في خلال 30 ثانية على خصمه، فدعمته دعما آخر أيضا ماديا ومعنويا، فصارت مشاركة أيضا في السليمانية وأيضا فاز بالضربة القاضية، وآخر فاز عليه بانسحاب الطرف الثاني. ما حب ينازل عبد الفتاح لأن شافه كلش لياقة بدنية عالية جدا، فما حب يشارك، فصارت عنده 3 بطولات، وهذا طبعا إنجاز بالنسبة لعبد الفتاح وإنجاز لمحافظة صلاح الدين بكونه من هذه المحافظة من قضاء تكريت، وإنجاز للعراق أيضا. بالحديقة سوى أثقال مال بلوك بوري ومن نابلوك ومن نابلوك، قونية مال طحين يشيلها بأسنانه، قونية مال تمن يشيلها بأسنانه، يا بأسنانه كذا، فحب هالهاي اللعبة بشكل كلش كبيرة حيل يعني، فد أشياء يسويها كنا نستغربها يعني صغر سن. إحنا من تهجرنا هو سادس ابتدائي عمره 12 سنة، يشيل قونية الطحين بأسنانه، يشيل قونية تمن بأسنانه، يصعد بيها على الدرج. عبود ايش قاعد تسوي يعني؟ ما يصير هالشكل انت، ماما اسنانك كذا ما يفيد. فحب هالهاي اللعبه بشكل مو طبيعي. طيب شيء اكيد يعني، اني ام وقلب ام وكذا. اول نزال الى ويا محمد جلال بطل اسيا، يعني ما قدرت اشوفه للنزال، دزوا لي اياه مباشر لايف، ما قدرت اشوفه، انهزمت. بعدين قالوا سمعت الصياح مالهم وعافيه بطل وكفو بطل، وهاي ارتاحت اني جيت عليهم.
طبعا احنا دائما نحكي عن فوائد اللياقه البدنيه وممارسه الرياضه، لكن ايش قد تكون حلوه من واحد تكون هذا الشيء او هذا الشيء يكون شغفه بالاصل ويمارسه ويوصل الى مرحله انه هو يكون كلش ممتهم به ويحصل على اوسمه من البطولات اللي هو مشارك بها. فيعني اكيد الابطال احنا نفتخر بهم، واني صراحه من والدعم اشوف الاشخاص كلش مهم. اشخاص اللي يعني يمارسون رياضه بشكل منتظم، احب انه من هاني يوم من الايام يكون ملتزم بهذا الشكل بالرياضه لانه مهم وهي مفيده لصحه الانسان بكل حال. وزين الدعم همين، الدعم المعنوي كلش كلش مهم للشخص حتى يقدر يوصل لهالمرحله. كل شيء احنا بالحياه يعني نوصل لمرحله اذا ما يكون اكو دعم من الاهل او من الاشخاص المحيطين، تشوفين ايش قد ما يكون الانسان موهوب ممكن يفشل، لكن من يكون اكو الدعم الصحيح من اشخاص اللي هم في محيطنا، اصدقائنا، احبابنا، اهلنا، يكون الانسان ناجح مثل ما شفنا من هذا القصه، قصه النجاح اللي احنا عرضناها بتقريرنا. اذا مشاهدينا راح نروح الى اخبارنا المنوعه لليوم، وراح نبدي بموضوع هو كلش ضخم، وهو يخت ايطالي، وهو هذا اليخت كلش كلش كبير. نشرت شركة إيطالية مختصة بتصميمات اليخوت الفارهة تصميم جديد سمته الريشة. طبعا هذا اليخت طوله يوصل إلى 74 متر وتكلفته قد تزيد عن 86 مليون دولار أمريكي. طبعا التصميم هو مستوحى إلى حد كبير من القوارب الشراعية، وجاءت تسمية هذا اليخت كونه يبحر بسرعة عالية جدا وكأنه يحلق فوق الماء. طبعا مادة اللي صنعت من عند اليخت هي الياف الكربون الجافة اللي تخليه انه تكون سرعته كلش كبيرة ويوصل الى 75 عقدة، وبدل ما تكون اعتماده على الرياح حيكون اعتماده على 3 محركات هيدروجينية بقوة 5000 يعني حصان لكل محرك. طبعا حيتم تنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع او هذا اليخت من يتم طلب شراءه، واحنا بدنا نشوف هذا اليخت الكلش حلو لكن كلش غالي همين بنفس الوقت. هم ما راح يصمموا لبين ما يتم طلبه. هو اكيد حيكون طلبه يعني لانه في المواصفات، ومن يحتوي على منصه للسمتيه او الهليكوبتر احنا نسميها، فاكيد مو شخص عادي ممكن يطلب هذا. هو اذا المبلغ بهالقيمه تكون مبلغ عالي فاكيد الطلب يكون متاخر. حتى تصميمه كلش حلو يعني شيء كلش حلو رائع جدا. اذا مشاهدينا تم افتتاح مرآب او جراج تحت الماء في العاصمة الهولندية أمستردام، وقد يكون هو الأجمل من نوعه، لكن هالجراج مو للسيارات وإنما للدراجات، وتم تشييده تحت محطة السكك الحديدية المركزية في المدينة التي يستخدم بها 200 ألف مسافر يوميا القطار أو المترو للأنفاق اللي تضم أو يجون من مختلف الأماكن. طبعا الهدف هو تقليل استخدام السيارات وايضا الاستخدام اللي بيستخدموها بالقطارات او ركوبهم القطارات، والتوجه لاستخدام الدراجات الهوائيه للحفاظ على البيئه. ويتسع الجراج حاليا ل 63 الف دراجه شخصيه، 700 دراجه تشاركيه هي من مخطط ان تكون الطاقه الاجماليه مناسبه ل 11 الف دراجه، استخدامه مجاني لأول 24 ساعة، وبعدها تكون التكلفة للشخص الواحد تقريبا يورو و35 لكل يوم. طبعا أمستردام معروفة هي من الأفضل الأماكن اللي تحافظ على البيئة والمدن اللي همنا الناس بها مثقفين لدرجة أنه يحبون يستخدمون الدراجات الهوائية، وحتى أكو تخطيط مثل ما موجود بكل أوروبا تخطيط خاص لمرور الدراجات الهوائية. احنا نحتاج هال جميل. إذن هاي اللقطات هي من هذا الجراج المخصص للدراجات الهوائية، ممكن يوم يجي من احنا نشوف هيجي جراجات بالعراق ان شاء الله. اذا مشاهدينا خلينا نروح الى خبرنا الاخير. طبعا بخبرنا اخذنا سابقا عن خبر
طبعا بصباح الشرقية للطلبات أخذنا خبر لطلبات توصيل متراكم من إحدى المنازل، وخبرنا لليوم حيكون مشابه حيث انتشر مقطع فيديو وأثار تفاعل كبير وتعجب على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العاملين بمطعم في ألمانيا، وكان الشاب يشرح به المسحة الثقيلة أو المقلب اللي صارت وياه ويا عدد كبير من العمال خدمة توصيل الأطعمة لما تجمعوا بالوقت نفسه أمام أحد البيوت، واكتشفوا أنه عنوان وهمي حدده شخص مجهول الهوية وطلب وجبات العشاء من 100 مطعم. مثل ما نشاهد بالفيديو، توقف عدد من السيارات وسط الشارع حتى يوصلون الطلبات لصاحبها قبل لا يكتشفون أنه الأمر بكامل عبارة عن مقلب ما له أي داعي. يعني اليوم احنا دا نشوف هواية مقالب او هواية شغلات بس تكون مو حلوة بحق العاملين، خطيئة يعني بحق الناس اللي دا يشتغلون او مرات تخابر يعني هدر راح يكون اكيد لهالكمية من الطعام اللي تم ارسالها الى موقع مجهول، وهي بنيامة مثل ما قلنا طرفة او فكاهة او بالضبط. نكتة مو حلوة. اذا عدنا هاشتاج اخير راح نقرأ لسؤالنا التفاعلي اللي طرحنا في حلقتنا لهذا اليوم. يقول احنا مرات نفتقد الى بيئه نظيفه في اماكن العمل المشتركه خصوصا الدوام الحكومي، لكن هذا الشيء دائما نشوفه موجود في المنظمات او الشركات الخاصه، نتمنى هذا الشيء من يكون موجود بكل مكان. اكيد اكيد. اذا مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، يا رب تكونون استمتعتم واستفدتم، انتظرونا غدا في نفس الموعد. مع السلامه. مع السلامة.